مساء الخير ليزيكيب الزول ولا النازول، ان شاء الله تكونوا بخير. كوراج، هذا بدا الصح، هذا بدات اللحظات اللي ما لازمش نفشلو فيهم. عبك باللي شيء طبيعي جدا في حاجه مهمه في الحياه، حاجه شاقه انه نحسوا روحنا مين داك نقدروا مين داك نحسوا روحنا ما نقدروش. ما لازمش نيأسوا، ما لازمش هذا يطيحنا المورال، لانها طبيعه الاشياء. دائما ديو يديبا، دائما الانسان مين داك يحس روحه قوي راح يحرق كاع الارقام اللي شاف راح يجيب 20، ومن داك يتوسوس يحس روحه بلي ضعيف ما لحقش او طار بزاف. ما لازمش هاد اللحظات تاثر في المورال تاعنا، بالعكس لازم تحفزنا وتبوزينا باش نزيدو نتقدمو نحو الامام باش نكونوا ان شاء الله اقوى وافضل. اليوم راح نديرو دروس على القواعد، لاني في لي فيديو راني كملت ظاهره الالتزام، دونك الفصل الاول خلاص. دونك نروحو نشوفو واش فيه من دروس في القواعد والبلاغه من هنا وهناك. الدرس تاع اليوم اعراب اذا. الاعراب عموما عنده سمعه سيئه للاسف، هذه هي الحقيقه. كاين بزاف تلاميذ ما يحبوش الاعراب، يكرهوه، وكاين بزاف تلاميذ ما يقراش كاع، يقول يا شيخ الاعراب شحال عليه؟ زوج نقاطي نصوتيه، وهذا تفكير غلط. علاش؟ خاطر صح بك القواعد صعيبه في كاع المواد، لا غرامير صعيبه في كامل اللغات، ولكن تقدر تفهمها ان شاء الله، والدليل راح يكون في الفيديو تاع اليوم. اذا بسطتها حبك القواعد واش لازم؟ لازم تنحي لها، تنحي لها الشوائب، لازم تنحي لها هذوك التفاصيل والتعريجات اللي لا جدوى منها، ولا ماشي لازم نقولوها. خاطر كان تقرا القواعد بعد التفاصيل ديالها يبدا يبانوا لك بلي بزاف وبلي صعيبه وتابوندوني وتساتيرات، يجوك بزاف اعراب اذا ومن بعد اذ ومن بعد لولا، يجوك بزاف تنساها. دونك واش لازم؟ لازم تبسط. احنا هذا واش راح نحاولوا نديروا في فيديو تاع القواعد، انا نبسطوا الى ابعد حد. شوف اذا في اعراب المفردات واش معناتها؟ معناتها نهار الباك ان شاء الله تقدر يعطيك اذا ويسطر لك تحتها يقول لك عربها لي، اعراب مفردات. وانت كي يقول لك عربها لي واش تعربها؟ واحد من هالثلاثه، يا اما شرطيه ظرفيه، واما تفسيريه، واما فجائيه. نتايا لازم تخير الصحيحه فيهم. كيفاش باش تخير الصحيحه فيهم؟ افهمهم، ومن بعد كي تفهمهم احفظ الاعراب ديالهم بكل بساطه. هاي نبداو منا. علاش نبدا منا؟ باسكو هادو ساهلين، الاعراب ديالهم بسيط جدا. دونك نبدا منهم. شوف عندك اذا في جمله، اول حاجه ديرها شنو هي؟ سقسي روحك انت، قول هل اذا هذه فجائيه؟ علاش تبدا بفجائيه؟ باسكو سهله تقدر لها. قول هل اذا هذه تاعي فجائيه؟ كيفاش تفيق لها بلي فجائيه؟ إذا أمكن استبدالها بفجأة، رومبلاسيها بكلمة فجأة. إذا تقدر ترومبلاسيها بكلمة فجأة راهي فجائية. الثانية اللي تعجبني خير، أنا ما تحققش عادي فجأة، الفهامة. وقتاش تكون إذا فجائية؟ إذا كان ما بعدها أمر غير متوقع. إذا كي تكون فجائية، شو هاي عندنا هنا إذا، وعندنا هنا إذا. لو كان صح هذه فجائية، لازم هذا اللي موراها غير متوقع. ها وهي اذا، لو كان صح فجائيه يكون هذا غير متوقع. واش معناتها غير متوقع؟ اناتوندو بالعربيه، يكون حاجه ما تستناش فيها، ما كانش واحد كان يستناها، شيء تقدر تقول عليه مجهول ولهذا ما نتوقعوهش. شو كيما هذا المثال هذا، دخلت المدينه، كاين واحد دخل المدينه، فإذا بحادث مهول. هل هذا الداخل إلى المدينة كان على بالوش راح يصرى كي دخل المدينة؟ ما على بالوش، فجأة جاء شاف القام حادث في استقباله. دونك ما كانش يتوقع واش أول حاجة راح تصرى بعد دخوله إلى المدينة. ما دام الحادث شيء غير متوقع نقولوا إذا فجائية. وشوفوا كيفاش نعربوها، شوفوا شحال واعرة، شوفوا حرف فجأة، هذا ما كان واعرة تعربها حرف فجأة والسلام، ولا ما كانش تعربها حرف مفاجأة ولا حرف فجاءة، كامل صحاح. قل لي برك بلي هذا يفيد المفاجأة أو الفجأة. وعلاش يقول لك يا شيخ مولف القري يا شيخ هذا ما كان؟ شوف ما تحبوش سهل أنتم، ما حبوش نصعبوها عليكم. هو في الحقيقة هذا كيفاش يتعرب؟
يتعرب حرف فجأة مبني على السكون لا محل له من الإعراب. بصح علاش أنا اكتفيت بفجأة؟ خاطش كاع الحروف هكذا، الحروف كلها مبنية والحروف كلها لا محل لها من الإعراب، ولهذا نكتفي احنا في العربية نقولوا برك اسمه كيما حرف جر. ها لو كان نقول لك عرب لي بي، كيفاش تعربها؟ تقول حرف جر وتسكت، نحسبها ولا ما نحسبهاش؟ نحسبها، مع انه الاعراب صحيح ديالها شنو هي؟ حرف جر مبني على الكسره لا محل له من الاعراب. علاش قلت مبني على الكسره؟ خاطر فيه كسره مع الاخر ومع لا محل من الاعراب. بما انه الحروف كلها مبنيه والحروف كلها لا محل من الاعراب، ولينا نستغنيو على هذا التفصيل الباقي هذا. على بها هنا ثاني حرف فجأة مبني على السكون لا محل من الاعراب نستغني عليها. فهمت علاش الاعراب تاع حرف فجأة برك حرف فجأة او مفاجأة يكفي. دونك هنايا اذا لقيت ما بعدها حاجة ما كنتش تستناها قل فقط حرف فجأة. كيما هنايا آية كريمة هنايا، ونزع موسى عليه السلام قال ونزع يده، دخل يده في جيبه هكذا كيخرجها رجعت بيضاء. هل موسى عليه السلام كان يستنى انها ترجع بيضاء؟ لا، ما كانش يتوقع، ما هو نفسه ما كانش يتوقع. فإذا هي بيضاء للناظرين، ما بعد إذا شيء غير متوقع، إذا هذه شنو؟ حرف فجأة. شفت الأولانية شحال سهلة، الله بال فيها، لو كان الآخرين يكملوا هكذا أفير. شوف الثانية، تقدر تكون إذا ماشي حرف فجأة، إذا كانت تقدر تكون تفسيرية، وقتاش؟ إذا تقدر ترومبلاسيها بأي، لأن أي حرف تفسير، ولا ما كاش، أنا تعجبني هذه خير دائما، بل أنا نحب نركز على الفهامة، ولا ما كاش جبدها بالفهامة، كيفاش؟ ما بعدها شرح لما قبلها، هذه حاجة لمراها حاجة غير متوقعة، وهذه حاجة لمر إذا، وشنو؟ شرح لما قبلها، لازم يكون لمر إذا شرح لما قبلها. إذا كانت تشرح نقول عليها تفسيرية، عباكم علاش؟ لأن التفسير هو الشرح، كما نقول أنا يا اشرح لي الآية أو فسر لي الآية، واش معناتها؟ اشرحها لي. تفسير الأحلام، كاين بزاف عباد ينوموا، كاين واحد العباد يرقد مرة ينوم ثلاث مرات، ينوم ثلاث مرات في يرقدها واحدة، وبعد ينوض الصباح يقول لك تفسير الأحلام. واش معناتها تفسير الأحلام؟ معناتها شرح الأحلام. دونك كلمة التفسيرية واش معناتها؟ معناتها تجيب لك الشرح. دونك واش راح تلقى موراها؟ راح تلقى موراها شرح لما قبلها. كيما هنايا استفتيته، سمعوا كلمة فتوى، واحد ما على بالو واش معناتها افتي فتوى، واحد يقول لك هذا ريح ما تفتي، صح نعرفوا هذه الكلمه بصح ما بناش المعنى ديالها. اذا طلبت منه المشوره، عبك شنو هي الفتوى؟ هي الراي، هو الادلاء بالراي. فتوى فلان في القضيه الفلانيه هو راي فلان، دونك كي تطلب منه الراي، اذا طلبت منه المشوره والراي، والراي اذا طلبت منه الراي والمشوره واش معناتها؟ استفتيته. لاحظ طلب الرأي هو نفسه استفتيته، هذه جات تشرح هذه، وتقدر ترومبلاسيها بأي، شوفها أي تتمنطقها، استفتيته أي طلبت منه الرأي والمشورة. شو المثال الثاني؟ امتطيت، هذه كلمة شوية غامضة، الحصان إذا ركبته، ركبته هي نفسها امتطيته يتشرح فيها، هذه واضحة هذه ماشي واضحة، وتقدر ترومبلاسيها بأي، امتطيت الحصان أي ركبته. هنا إذا كانت إذا مراها شرح ماشي شيء غير متوقع، واش نقول؟ حرف تفسير والسلام. نفس الشيء بكل بساطة، لأنه حرف ما نقولوش مبني على السكون لا محل من الإعراب، ما كان لها، تحب ديرها ديرها. ومن بعد نروحوا الشرطية الظرفية، هذه ما تكفيش زوج كلمات كيما هذه، ما نقولش غير اسمها، علاش؟ لأنها اسم، هذه حروف، وقلنا الحروف هي المبنية ولا محل لها من الإعراب، بصح هذه عندها محل من الإعراب، ولهذا الإعراب ديالها راح يكون كامل، ما راحش يكون كيما هذا فقط حرف تفسير ولا حرف فجأة. كيفاش نعربوا إذا الشرطية الظرفية؟ كونسونتري شوية، كيفاش جبدها ديجا؟ واش دير نتايا؟ كي غير تجيك إذا، سقسي روحك، هل هي فجائية؟ كاين موراها شيء غير متوقع؟ لا لا. شغل تحاصرها، تقول اسكو موراها كاين شرح؟ موراها كاين شرح؟ لا لا. إما لا واش راح تكون؟ شرطية ظرفية، شغل حاصرتها، تبدا بالساهلين باش هادية تفيق لها وين راهي الدور. نحي عليك هاد الساهلين خاطر هادو السير تلقاهم باذن الله، هادو تجبدهم جبدهم. تفسيريه وفجائيه السير، اذا ما كانتش تفسيريه وما كانتش فجائيه واش راح تكون بالضروره؟ راح تكون بالضروره شرطيه ظرفيه. زيد لي حاجه، شوف زيد تاكد من حاجه، روح فيريفيو ولا عندها جواب، خاطر عفوا هذه الشرطيه، خاطر الشرط واش يكون عنده؟ جمله الشرط
وتملي تجاوب الشرط. زيد فيريفي حتى تلقى عندها جواب راح تكون تاكد بلي راك فيها ما راكش غلط. هذه شرطيه ظرفيه، خاطر الشرط هو اللي عنده جواب، هذوما ما عندهمش جواب. هذه التفاصيل هذه خير من هذاك اللي يقول لك لانها تريد متوسطه في وسط الجمله وقد تسبق بالفاء. صح، هذو ماشي، هذه ماشي ما كاش منها، كاين منها بصح انا ما نعطيكش التفاصيل اللي ماشي دائما يصلحوا عبك. علاش؟ باسكو مين داك هذه تلقاها في وسط الجمله كيقدموا جمله جواب الشرط، يديروا جات في الباك هذه، يقدم لك جمله جواب الشرط وتلقى اذا في الوسط بين الشرط وجواب الشرط، تلقاها في الوسط وانت تقول فجائيه ولا تفسيريه. دونك هذيك الحفيظه هذيك انا يظهر لي الفهم افضل، خاطر ماشي دائما تجي متوسطه، ماشي دائما يجي معها الفا، ماشي دائما هذه تجي متطرفه والاخرين متوسطه. دونك واش نحفظوا هاد لي ريبير لي باينين اللي دائما يصلحوا، ما تحفظش خاصيه اللي مره تنجح مره ما تنجحش. دونك واش كيفاش نجبدوا هذه؟ قلنا نجبدوها نسبقوا في هذوما ولا ما لقيناش مفاجئيه تفسيريه يدخل شرطيه. حاجه ثانيه تقدر تنبلاصيها بحينها ولا تعرف، خاطر كاين اللي ما يعرفش يعوض اذا تعرف. حاجه ثالثه لها جواب، هاد الامور تتاكد بلي راك شرطيه ظرفيه. كيفاش تعربها؟ ظرف لما يستقبل من الزمان يتضمن معنى الشرط غير جازم مبني على السكون في محل نصب مفعول فيه وهو مضاف. شتو هذه غير جازم؟ تقدر تمسحها، شغل هي على بالنا بلي غير جازم بصح تقدر ما تقولهاش. سيدي يعني نقصتها لك باش نقص عليك الحفيظه. شوفوا معالي كيف مدخ ما والو، صح اعراب طويل، احفظ جدو كيما راه، ما تزيد له ما تنقصه. عاود معايا شوف، حبس الفيديو عاود. ظرف لما يستقبل من الزمان يتضمن معنى الشرط مبني على السكون في محل نصب مفعول فيه هو مضاف. وعاودها غير تجيك اذا الظرفيه لصقها كوبي كولي. مع ذلك هنزيد نفهمك واش معناتها. شوفوا يا جماعه، اذا الظرفيه الشرطيه هي الوحيده في العربيه اللي دو زون عندها زوج معاني. شفت الكلمات في العربيه ناس ملاح، كل واحد حكم سابعه، حكم المجال تاعو، تلقاه يا ظرف زمان يا ظرف مكان يا شرط يا حاجه. هذه شنو دو زون فيها معنى الشرطيه ومعنى الظرفيه، يعني راهي شرط وراهي ظرف. شوف ما لا واش راح نديرو في الاعراب ديالها، راح نسيو نمزجوا بين اعراب الشرط والظرف. واش قلنا؟ قلنا ظرف، بدينا قلنا باللي ظرف مولفين في ظروف الزمن والمكان، نقولوا زمان ونسكتوا، ظرف مكان ونسكتوا. هذه واش زدنا حددنا نوع الزمان، قلنا ظرف لما يستقبل من الزمان. دونك هذه هي الشيء الزايد بالظرف، هذا اعراب تاع ظرف نورمال، برك زدنا له لما يستقبل وزدنا يتضمن معنى الشرط. هاك تشوف هذه اللي دايرها بين قوسين، ظرف لما يستقبل من الزمان يتضمن معنى الشرط، هذه برك اللي راهي زايده، الباقي كاع هو اعراب تاع ظرف زمن نورمال. كامل ظروف الزمن لازم نقولوا ظرف، ولازم نقولوا بلي مفعول فيه كما هنا مفعول فيه، ولازم نقولوا هو مضاف. كامل ظروف الزمن نعربوها بلي مفعول فيه وهو مضاف. دونك هنا ما كاينش حاجه جديده اللي يعرف كيفاش يتعرب بالظرف، ما كاينش فريمون حاجه جديده ابار هذه، ماشي مولفين نقولوش من الزمن. والان فيها حاجه زايده، فيها معنى الشرطيه يتضمن معنى الشرط. واش قلت بالملخص بالاختصار كيفاش عربتها؟ عربتها بلي راهي ظرف وبلي راهي شرط وهو مضاف، هذا هو باختصار واش قلنا. دونك واش قلنا؟ ظرف لما يستقبل. علاش لما يستقبل؟ باسكو اذا نستعملوها في المستقبل، وهذه تفيدك انت كي تكون تهضر باش ما تغلطش في العربيه باش تكون فصيح. كي تستعمل اذا لازم تكون تهضر في المستقبل، كيما نقول لك اذا درست نجحت. وقتاش تنجح؟ في المستقبل. لهذا نقولوا ظرف لما يستقبل من الزمان، فهمتوها؟ حفظوها هذه حرفيا. ومن بعد ما يقولوناش برك اعربوا اذا، هاي المشكل. يقدر يقول لك اعرب جمله الشرط بعدها وجمله جواب الشرط التي بعدها. جمله الشرط دائما وابدا في محل جر مضاف اليه، جمله الشرط في محل جر مضاف اليه. وجمله جواب الشرط دائما وابدا لا محل لها من الاعراب. شوفوا معايا ليكيب، واش يقول لك اعرب في اذا؟ كي تجيك اذا كيما هذه، هاي لك اذا. واش تقول؟ كيفاش قلنا؟ قلنا تقول هل هي تفسيرية؟ ومن بعد تقول هل هي فجائية؟ إذا ماشي تفسيرية وماشي فجائية، واش راح تكون؟ راح تكون ظرفية شرطية. هاي نشوف، هل ما بعد إذا شرح لما قبلها؟ ما كاين والو قبلها. هل ما بعد إذا شيء غير متوقع إذا جاء نصر الله؟ لا، دونك راهي شرطية ظرفية بلا مزيدة. واش راح نفيرفي؟ حين يجيء نصر الله، ما جاتش 100%، ولكن يمشي معها المعنى، هي جاية فيها معنى حين.
اخر حاجه الحوس على الجواب. اذا جاء نصر الله عافاك شنو انت الجواب نشرط لك حاجه لا ريبونس الجواب الجزاء المكافاه كيما حنا تقرا تنجح في الدرجه بالدرجه تنجح هي الجواب. دونك دائما تروح تحوس على الجواب بالمعنى ديالو. اذا جاء نصر الله فسبح بحمد ربك هو الجواب. ها جمله جواب الشرط. اذا جاء نصر الله والفتح جمله الشرط وهذه جمله معطوفه عليها. اذا ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا جمله معطوفه. اذا جاء نصر الله والفتح شوفوا واش قلنا القاعده. اذا قال لك عرب اذا ظرف لما يستقبل من الزمان يتضمن معنى الشرط مبني على السكون في محل نصب مفعول فيه وهو مضاف. ومن بعدها واش يقول لك؟ يقول لك عرب لي جمله الشرط في محل جر مضاف اليه. طب جمله الشرط واش نعربوها؟ دائما مضاف اليه. وجملة جواب الشرط لا محل لها من الإعراب. هايك لا محل لها من الإعراب. هاي شوفوا المثال الأخر. هاي إذا واش نعربوها؟ ظرف لما يستقبل من الزمان إلى آخره. خلاص ست ولم تكرر جملة الشرط. إذا المنية أنشبت أظفارها. ها جملة الشرط في محل جر مضاف إليه. وجملة جواب الشرط جملة جواب الشرط لا محل لها من الإعراب. شفت ولا امر تقليدي. هذه ظرف لما يستقبل من الزمان يتضمن الى اخره هذه مضاف اليه وهذه لا محل لها. هاي نزيد نشوفه. اذا الشمس كورت جمله الشرط في محل جر مضاف اليه وهذه شرطيه ظرفيه ظرف لما يستقبل الى اخره جواب الشرط لا محل لها من الاعراب. شوفوا واش داروا لهم في الباك. هذا يا باك هذا باك 2013 آداب شعر القروي. شوفوا واش داروا لهم هنايا. أحاسب ثغري على بسمة إذا راهي في الوسط ما راهيش البداية. لاحظ معايا هل ما بعد إذا شيء غير متوقع. أحاسب ثغري يعني فمي أو يقولوا ما نتبسمش. أحاسب ثغري على بسمة معناتها نحاسب روحي على تبسيمة صغيرة ماهوش حاب يتبسم. وقتاش كي الناس يكونوا يضحكوا. إذا ضحك الناس ميل الثغور. ثغور هي الفم جمع ديالها. دونك واش يقول الناس كي يضحكوا انا ما نتبسمش. علاش؟ لانه حزين من اجل وطنه. هل ما بعد اذا شيء غير متوقع؟ لا لا. هل هذه شرح لي هذه؟ لا لا. اذا راهي شرطيه ظرفيه وراهي في وسط الهضره. على بالك علاش؟ خاطرش كاين تقديم وتاخير. هاي لك اذا هاي لك جمله الشرط وجمله جواب الشرط اللي ما في جي موراها راهي قبلها جمله جواب الشرط. قالوا لهم عربوا هذه كاع حصلوا فيها. على بالكم كيفاش؟ واش دار هنايا؟ قلب بالهضره. انا نقول لك كي تقرا تنجح. هو واش دار؟ يقول لك تنجح كي تقرا. واش دار لك؟ قدم لك النتيجه، قدم ريزولطا، قدم الثمره، قدم جواب الشرط على الشرط. دونك هنا التلميذ لازم يكون يفهم. علاش؟ باسكو جواب الشرط شوفوا دائما اذا تجي موراها جمله الشرط ما يقدروش يتفارقوا. بصح جمله جواب الشرط اللي مولفه تجي موراهم شوف ما فاجيش. اذا جمله الشرط بعدها يجي جواب الشرط. شوف تقدر تجي بعيده. شوف شو راه الشرط وموراه جواب الشرط. فرقت بيناتهم جملة المعطوفة أخرت بسبب العطف. كيما جملة جواب الشرط قد تتقدم أو قد تجي مقدمة. دونك دير في بالك حاجة باللي كاين واحد الحيلة. هي في العادة يجوا مستفين الشرط جواب الشرط. بصح مين داك جواب الشرط تجي متأخرة مين داك تجي متقدمة باش تفيق لها أنت باللي هذا جواب الشرط بالمعنى. تفهم باللي جواب الشرط هو الثمرة هو النتيجة. وبالدرجة جيب لروحك مثال بالدرجة وحوس وراهي وراهي النتيجة. إذا ضحك الناس وش الجواب تاعو؟ وحاسب ثغري. ولا ما ضحكوش خلاص. دونك هنا راهو شرط وهذا هو الجواب ديالو. وش يقول لك؟ خلاص الدرس تاع إذا بقات لك حاجة واحدة. الإعراب الاسم الذي بعد إذا. لو كان يقول لك عرب للاسم. شوفوا لي كيف. إذا نورمالمون يجي موراها فعل كيما هنا. إذا جاء. بصح اذا جاء موراها اسم كيما هنايا يقدر يسطره لك. هذا ما يسطره لكش. عباك علاش؟ باسكو جاء فعل ماضي مبني على الفتحه. خاطش الحاله الطبيعيه تاع اذا انه 80% ولا 90% اذا يجي موراها فعل وهذاك الفعل اللي يكون يا ماضي يا مضارع نورمال ما يسطرلكش عليه. بصح لو كان يجي موراها اسم يقدر يزيد يدخلها لك في اعراب المفردات. دونك هنا واش يقول لك؟ اعرب لي الاسم الذي بعد اذا وانت تحير. عباك علاش؟ باسكو لا لوجيك واش تقول؟ تقول اذا وهو مضاف نورمالمون يجي موراها مضاف اليه. هكا نعرفوا لا لوجيك خاطر ظرف زمان وهو مضاف دونك اللي موراه مضاف اليه. بصح هنا ماهيش هكذا. علاش؟ خاطر ماشي هذه اللي مضاف اليه. الجمله كومبلي صاي عربناها بيسك جات مور اذا في محل جر مضاف اليه.
وكذا واش حيخرج لك تحصل واش دير؟ واش قلت لك هنا؟ يعرب بعد تقديم الفعل الذي بعده، ما تقدرش تعربه حتى تروح تجيب فعل واحد اخر وموراه، دايما يجي موراه فعل، لان اذا تدخل على الجمل الفعليه هنايا كاين المانيه، روح حوس على فعل وراه فعل. ها وليك واش دير؟ قدمه رجعوا لهنايا يبان لك الاعراب. واش حيخرج لك؟ فاعل او نائب فاعل لفعل محذوف يفسره الفعل الذي بعده. هذه الجمله هذه احفظها وكل يوم قولها في الاعراب. دوك تشوف كيف يخرج، كيفاش يولي؟ انشبت، حنقدمه، انشبت المنيه فعل، انشب فعل ماضي مبني على الفتحه والتأنيث التانيث لا محل من الاعراب، وهذا واش خرج لي؟ فاعل. شفت كيفاش ولا ساهل؟ غير نقدم واش حيخرج لك؟ ساهل، فاعل، نائب فاعل. مين داك هكذا اذا ما كان بلاصت، اذا كان هذا ماشي فعل نورمال، فعل ماضي ناقص كان، كان ما عندهاش فاعل، واش عندها؟ عندها خبرها، يخرج لك خبر كان ولا اسم كان. ليسونسيال نتايا غير تقدم هذاك الفعل، تعرف الاعراب تاعو، يخرج لك يا فاعل يا نائب فاعل يا اسم او خبر كان. كيفاش تعرف هل هو فعل مبني للمعلوم في فعل مبني للمجهول؟ ذكرتها في مراجعه القواعد، ولكن ارجع للبساطه نعاود نفكرك. انت فعل مبني للمعلوم هو اللي عنده الفاعل ديالو، والفعل المبني للمجهول هو اللي ما عندوش الفاعل تاعو. كما بكري كانوا يقولوا لنا اكل الولد التفاحه، شكون كلا التفاحه؟ الولد. ومن بعد واش يقولنا اكلت التفاحه، شكون كلاها؟ ما على بالناش. دونك اذا قال لي فعل او مبني المجهول، اذا قال لي فعل راهو مبني، عفوا فعل مبني للمعلوم وفعل مبني للمجهول. كيما هنايا انشبت خرج لي فاعل، شوف كبرت، اذا الشمس مقدم ها تخرج لي كورت الشمس، هذا فعل مبني للمجهول، ما على بالناش شكون كورها. دونك عنده فاعل ولا عنده نائب فاعل؟ عنده نائب فاعل، يخرج نائب فاعل لفعل محذوف يفسره الفعل الذي بعده كورت، وهنا فاعل لفعل محذوف يفسره الفعل الذي بعده نكتب انشبت، وهكذا كل ما يكون مور اذا اسم نروح نجيب الفعل نردو البلاستو ونعرب اعرابا بسيطا، يخرج لك فاعل 99% يخرج لك فاعل. مين ذاك يجي فعل مبني للمجهول؟ يخرج لك نائب فاعل، ولا كان واخواتها اسمها او خبرها. كيما يقدروا يجيو واحد الحالات نادره اخرى، انا نفضل عدم ذكر الحالات النادره الاخرى حتى التلميذ يستوعب هذا الشيء، المعلومات البسيطه هذه والمعلومات الاساسيه في نفس الوقت، باسكو هذا هو الصح، هذا هو لاباز، وهذا هو اللي يجي بزاف. يكفيك هذه الحالات، ان شاء الله هيكون هذا الشرح بسيطا. نتلاقاو في الدرس تاع إذ القادم. ابتسم انت لست شجره.